نعم. اتحدى بتاع ايه؟ اتحي ما هو شغال. لا اتحي اخده معايا يعني قصدك؟ ايه؟ اخده معايا؟ معاك ماشي. بابا بتعمل ايه؟ اغسل البطاطس اللي حضرتك حطيتي عليها شعر. بابا عايز عادة. ماشي. لا اطلع عادي. يا فوتوتي ما فيش ما تيجي على التليفون بس. بابا لا تعمل ايه؟ ما يجي على التليفون. ماما يا لا اغسل الطرس. ناخدهم شوية شوية بسببها. ايه؟ بص عليها الشعر. بص عليها الشعر؟ عشان سيادتك عملت فيها شعر. بابا. نعم. ايه؟ لا تقعي. لا مش هتقعي. ده ايه ده يا بابا؟ ايه؟ ده ايه ده شغل؟ مين؟ ده جون. جون؟ مين جون؟ جون سينا؟ ايه؟ جون سينا؟ سينا. يوكاتشيمي. سينا. يوكاتشيمي. سينا. يوكاتشيمي؟ ايه؟ يوكاتشيمي؟ لا سينا. سينا؟ اه. جون سينا. Welcome to WWE. So hi, Barakat. فاكر لما كنا بنعمل البرنامج ده؟ أتوقع بابا المصارعة. يا بابا أتوقع. هتوقعي؟ أه. لا مش هتوقعي. أتوقع بابا سلام. أتوقع. حاسة أفوت. أه. لا أنا هاخد بالي. بابا. إيه أسيبك في الحمام؟ أسيبك؟ استني جايلك. صاحب الصبر صبرنا. تعال زوزو تعالي. استني بقى واسألك كان والله احنا كده كده هنطلع نقعد بره. ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة حياة. حياة؟ يعني ايه؟ عايزة حرق؟ بوزو حرق. خلصان؟ 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 صوتك صوتك اسمعي ايه؟ ايه؟ خلص خلص خلص. ايش ايش استنى عشان الكبريت. خلص. يا حبيبي ده الكبريت خلص. ده ايه ده؟ بتعمل ايه يا بابا؟ عامل بطاطس. بتعمل بطاطس؟ بعد اذنك يعني ممكن اعمل بطاطس. بطاطس اوبح. لا اوبح. لا ايه؟ اوبح. لا عايز اكرفه. اوبح. لا ناسا من شوية الزيت دول ونشوف. ونشوف؟ بابا ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده؟ لا ده ايه ده؟ ده؟ لا ده ليه؟ مين ده؟ ده ايه ده؟ صراميك. ده؟ سيراميك. هالشدادة. مطبخ. مطبخ. لا.
كسر كسر؟ كسر. ماما وعملته بالكبشة وكسر. بابا وماما فين؟ مشوار. مشوار؟ حاسب تليفوني يقع. تلحش على البتاع. بابا. ايه؟ ده فين؟ نادى عندي تيتا. نادى عندي تيتا؟ معايا ماما. ماشي. البطاطس عايزة زيت تقريبا يعني بس انا كده. امك شايلة الزيت فين بقى؟ تعالي تعالي، لا امك مخبيه، امك مخبيه عشان ما اعملش بطاطس وانا ما بعملش اساسا. لا ماما تعمل بطاطس. والله مخبيه الزيت عشان تخيلي ما اعملش بطاطس وانا ما بعملهاش، ما بقتش اعملها خلاص. لا ماما تعمله مشكلة وتعور. حد تبص لي في اللمة وتقول لك انت حاجة بتجيلك من اللمة تصرف وتشتغل. لا مش عايزة. مشكلة وتعور. قول انت وشرب انت ولا حاجة. استنوا دور يا بابا. يا بابا. هي هتيجي هتتخانق معايا ليه؟ عملت بطاطس لما كان عندك العدس او عندك رز تسخنهم كله. بابا. ووسخت البوتاجاز اوعى عشان النار. وسيب البطلون هيقع. سيب البطلون هيقع. ليه طرطشت الزيت حوالين البطاطس؟ بتطرطش زيت؟ كملها يا بابا. تنمر. تعبتونا. والله بقالي أكتر من شهر مش فاكر. فترة طويلة أوي يعني. خش المطبخ أعمل حاجة خالص. مضطر. انا كنت في الفترة دي باكل طقة واحدة بس. تعبت بس قلت مش مشكلة عادي يعني. مش مشكلة اتعب شوية بس انجح اوصل للهدف اللي انا عايزه. وصلت له بدل ما حساب واحد بس كان عليه 1000 وحاجة، لا ما في حساب 21 وفي حساب 10,000 في الانستجرام. وصلت للعالم بالمحتوى بتاعي ولسه بدور على العالم اكتر. بابا بتعليم المجاني. انا كنت باعت مقال ليه لحد طب يقول لي انت اللي كاتب. مين اللي كاتب؟ قلت له ان شاء الله. بابا انت تطورت يا صغير. قلت له طبعا ان انا حابس نفسي في البيت وما بخرجش وما بشتغلش ليه؟ عشان في الاخر اطلع ولا اي حاجه. مراتك انت مراتي يا اسطى انت ما بتشتغلش، انت قاعد على الكمبيوتر 24 ساعه. ايه الشغل ده اللي بيجيب فلوس؟ انا عايزه فلوس. بس انا كنت بنجح نفسي بنجح ذاتي.